حرامية يا حرامية يا حرامية يا حرامية يا حرامية يا حرامية. لا ايه يا امنية اتأخرتي ليه؟ انا اسفة بس انا عايز اقولك على حاجة. قولي يا امنية. بابا تعبان. الف سلامة عليه. وانا عايزة اجيب له العلاج. ينفع تديني 90 جنيه اجيب لبابا العلاج؟ امنية انا ما بسلفش حبيبتي. والنبي عشان خاطري اقولك على حاجة. ماشي انت تديني 20 جنيه في اليوم؟ ايوه. اخصميهم مني وخليهم 10 جنيه. يا خاطر يا حبيبتي انا ما بسلفش. انت ليكي ان انت بتاخدي 20 جنيه اخر اليوم صح ولا مش صح؟ صح. بديكي حقك ولا ما بديهولكيش؟ تديني حق. يبقى خلاص. والنبي بابا تعبان خالص. والنبي عشان خاطر ربنا يخليك بنتك يا رب. امنيه انا قلت اللي عندي حبيبتي. وعلى فكره الناس بتديكي بقشيش وانا بسيبهولك عشان ابوكي تعبان بس. ممكن حد تاني كنت تاخد منه البقشيش. والنبي عشان خاطري يا طنط. والنبي نبي يا طنط عشان خاطري ساعديني. انت عايزه تمشي من الشغل يا امنيه؟ لا 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 خلاص. طيب خلاص. طب هتسكتي خالص وما تفتحيش الموضوع ده معايا تاني؟ حاضر. احنا عندنا شغل كتير النهارده. خدي الهدوم دي وديها شارع 8 عماره 7 عند المدام سلمى. حاضر. وانتي نازله هاتي من مدام ندى الهدوم اللي عايزه تتكون. حاضر. اتفضلي ما تتاخريش. سلفني بقى ومش سلفيني وشغلنا سودا. اتفضلي يا مدام سلمى. الهدوم بكام يا حبيبتي؟ ب 40 جنيه. طب ثواني هدخل الهدوم واجيب لك الفلوس. تمام. ماشي يا حبيبتي اتفضلي. بس انت 50 جنيه. ايوه كده. انا عايزه 10 جنيه بس انا معيش الباقي. خلاص يا حبيبتي خليها لك عادي. بجد يا طنط؟ اه والله عادي خليها لك. خليها لي؟ انت تديني 10 جنيه؟ طب وايه المشكله يا حبيبتي؟ بجد يا طنط؟ والله خديها ايه المشكلة؟ انت يا طنط انا مش عارفة اشكرك ازاي؟ حياتي مفيش شكر ولا حاجة. اديني 10 جنيه ربنا يخليك يا طنط يا رب ويخليك اولادك يا رب يا طنط. ربنا يخليك يا حياتي ما تستحقش يعني 10 جنيه على كل ده. الحمد لله الحمد لله. شكرا يا طنط ربنا يخليك. خلاص تمام. هاجي اخد باقي الفلوس النهارده. ايوه ال 20,000. تمام. باي باي. ازيك يا امنيه؟ ازيك يا مدام ندى؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. عندي مكوى النهارده استني ادخل اجيبها لك. ماشي. ايه يا امنيه؟ 4 تيشيرتات وبنطلونين. يا امنيه بالله عليكي ما تاخرهمش عليا. حاضر. ماشي شكرا يا حبيبتي. ماشي. اتفضلي يا امنيه. جبتي فلوس من مدام سلمى؟ اه هي عادتني 50 جنيه. 40 جنيه ليكي و10 جنيه ليا. يعني اديتك 10 جنيه الدنيا لعبه معاكي اهو يا امنيه. ما تقعديش تقولي لي سلفيني سلفيني. حوشي عشان تجيبي العلاج لابوكي. حاضر يا طنط. ماشي يا امنيه هديكي ال10 جنيه مع يوميتك في اخر اليوم. ماشي. اتفضلي هدوم بتاع طنط ندى. ماشي مدام ندى انا هاكلها هدوم. اكوينتي البنطلون ده لحد ما اشوف الغسيل بس في الغساله جوه. حاضر. هو كويس يا امنيه. خلي بالك يتلسع منك يا حبيبتي. ما تخافيش. هو انا ليه ما اخدتش التليفون لما لقيته؟ كنت اخدته وبعته وجبت العلاج لبابا. وبابا كان زمانه خاف. خلاص انا بقى لما اودي لها الهدوم المكويه هاخد التليفون وهي مش هتاخد بالها. مدام ندى
ايه يا امنية حبيبتي؟ اتفضلي هدوء. يسلم ايديك يا امنية. كده حسابنا كام؟ كده يا تنت 40 جنيه. خلاص هدخل اجيب لك الفلوس وجاي. ماشي. اتفضلي يا أمنية. شكرا. ودي 10 جنيه بقشيشتي. ربنا يخليكي يا رب. شكرا. أمنية؟ نعم. انت مش عايزة تقوليها على حاجة حبيبتي؟ لا. في ايه؟ خالص؟ لا خالص. خدي تعالي عايزة اقولك حاجة. نعم. فين تليفوني يا أمنية؟ معرفش. أمنية ايه دي؟ كاميرا. وايه دي؟ كاميرا. والشاشه اللي جوه بينت لي ان انت بتسرقي التليفون دلوقتي حالا. تسرقي تليفوني ليه يا حراميه؟ انت عامله عصابه، انت وام مكه صاحبه المحل وقلتوا الست دي طيبه وجيتي تسرقيني؟ لا لا لا، ما هي مش مفهومه غير كده. انت حراميه. لا اسمعيني، انا مش حراميه. امال ايه بقى ان شاء الله؟ بصي، اولا ام مكه ما قالتليش اي حاجه، بس انا بابا تعبان. يا بنتي يا بنتي، قبل ما تقولي اي حاجه، انت مش كل مره بتجيلي هنا وبراضيكي وبديكي فلوس؟ ايوه انت سايبه قوي، بس والنبي اسمعيني. استغلتي تعبتي بقى وسرقتي. لا لا، والنبي اسمعيني عشان خاطري. صدقيني بابا تعبان وانا عايزه اجيب له العلاج، وانا باخد في اليوم 20 جنيه والعلاج عايز 90 جنيه. وانت فاكره بقى ان الفلوس الحرام اللي انت هتاخديها من ورا التليفون ده، ما انا كنت هبيع واجيب الفلوس، هتفوق لك ابوكي وتخليه لك يبقى كويس. دي ممكن تموتهولك، تعرفي كده بقى ولا ايه؟ طب انا اعمل ايه؟ انا محتاجه الفلوس دي. طيب اتفضلي قدامي يا حراميه، والله لو اوريكي انت وماما. انا اسفه. اتفضلي التليفون اهو. بعد ايه قدامي يا حراميه؟ قدامي. والنبي ما تتكلميش كتير معايا قدامي. حقك عليا، سامحيني. والنبي بعد ايه؟ بعد ما سرقتي؟ كنت محتاجاها والله. خلصيني بقى قدامي. اتفضلي. ايه يا ام مكه؟ عملالي عصابه انت وامنيه وبعتها لي تسرق تليفوني؟ اكمني طيبه معاكوا يعني؟ تسرق تليفوني؟ ايوه، الهانم داخله اجيب لها الفلوس من جوه بتاعت المكوى، ابص في الكاميرات جوه الاقيها بتسرق تليفوني بره. انت يا امنيه تعملي كده؟ لا والله اتخدعتي. ياما ياما، مش متفقين مع بعض وعاملين عصابه ابدا. انا يا مدام ندى؟ ايوه. امال هي سرقتني ليه؟ الصوت العالي ده. مفيش، الاستاذه ام مكه بعتت امنيه تبعت لي المكوى، جايه حاسبها واديها الفلوس من جوه، اطلع عليا سرقه تليفوني في الكاميرات. لو سمحت اقول لك حاجه بقى، ام مكه طول عمرها قاعده هنا معانا، ما سمعناش عنها كلمه واحده وحشه بس. امال ايه اللي هيخلي امنيه تسرق موبايل ليه بقى كده؟ فهمني. انا ما اعرفش، انا من غصب عني. لا لا، التليفون غالي. هم عصابه بقى، بطلوا تمثيل بقى. ام مكه والنبي عشان خاطري اسمعوني. طول عمرها معانا في العماره. اهدي يا استاذه ندى، ايه اللي حصل بقى؟ وعلى فكره انا بابا تعبان وانا عايزه اجيب له العلاج، وهي ما رضتش تديني 90 جنيه عشان عايزه اجيب لبابا العلاج عشان بابا تعبان خالص. امنيه هي كلمه واحده بس انا عايزه اقولها لك. فانا اضطريت اخد التليفون وابيعه، اعمل ايه طيب؟ يعني انا عشان ما اديتكيش 90 جنيه تقول لهم ان انا حراميه وتسرقي؟ انت وصلتيني كده. طيب لو انت كنت عطيتيني الفلوس كان زماني ما عملتش كل ده. انت هتجيبي السبب عندي يعني؟ انا مالي يا حبيبتي؟ بصي دلوقتي حضرتك اخدت الموبايل وبعتيه، رحت لباباكي بالعلاج ب 90 جنيه واعرف اللي انت سرقتيه. لا حضرتك، حضرتك دلوقتي، انا دلوقتي لو اخدتها ووديتها الاسم، رحت قلت لبابا دلوقتي بنتك حراميه وفي الاسم، ابوكي هيبقى مبسوط ولا ممكن يروح فيها؟ ممكن يروح فيها طبعا. ما فكرتيش في كل ده؟ مفيش حد. ما فكرتيش ان انت لما تجيبي له العلاج بالفلوس الحرام ابوكي ممكن يموت، مش يعيش؟ والنبي مفيش حد يقول لبابا. بتتفضح يا حراميه. والنبي عشان خاطري. انت حراميه على فكره. انت حراميه. يا حراميه. انت حراميه. 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 لا لا، مش حراميه. انا مش حراميه. انا مش حراميه. بابا لو عارف ان انا حراميه، بابا ممكن يحصل له حاجة ويموت بعد الشر عليه. لا انا عمري ما اجيب لبابا حاجة حرام. لا انا مش هعمل حاجة حرام ابدا، وان شاء الله بابا يصحى من غير علاج ان شاء الله. مش حرامية.
ايه ده؟ دي فلوس كتير قوي. نحطها هنا. حبيبتي؟ نعم. بطلوني ده صح؟ اه. ما لقيتيش فيه فلوس؟ اه لقيت فيها فلوس اهي، ثانية واحدة. بجد؟ اه اهي. الحمد لله. ده انا قلبت عليهم الشقة والله. شكرا يا حبيبتي، انت جدعة قوي. شكرا يا عم. خدي دي ليكي. دي 200 جنيه؟ ايوه ليكي يا حبيبتي. انا قلبت الشقة على الفلوس وقلت خفت اللي يكون وقعوا منك. هتديني ليا؟ ايوه يا حبيبتي ليكي. بجد يا عمو؟ بجد. انا كنت محتاجاها قوي يا عمو. انا ابوك كان تعبان، كنت عايزه اجيب له العلاج. شكرا يا عمو، انا مش عارفه اشكرك ازاي. العفو يا حبيبتي، عشان انت امينه بس ربنا بيكرمك. ربنا يخليك يا عمو يا رب. انت ساعدتني كتير قوي يا عمو، شكرا. مش عارفه اشكرك ازاي. شكرا يا حبيبتي. شكرا بجد يا عمو. مش عايزه اي حاجه؟ لا سلام. عمو ده طيب قوي الحمد لله. انا اجيب لبابا العلاج وبابا هيخف ان شاء الله. ان شاء الله الحمد لله. بشكرك يا رب، بشكرك الحمد لله. روح بقى امنيه هات لباباك العلاج بسرعه. حاضر يلا يا امنيه. بسرعه يا امنيه. حاضر يلا. تعالي يا امنيه هاجي معاكي. ما تاخريش يا امنيه. ماشي.